وللمزيد ينضم إلينا المهندس زياد عبد الغني، أحد المستفيدين من مبادرة المعهد القومي للاتصالات. مهندس زياد، بعد التحية، يعني بصفتك أحد المستفيدين من برامج وخدمات مركز إبداع مصر الرقمية، يعني تنقل لنا تجربتك مدى الاستفادة التي حصلت عليها من هذه المبادرة. مساء الخير. مساء النور، تفضل. أولا أنا مبسوط جدا وتشرفت بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القرية الذكية بني سويف. ده كان شرف لينا جدا وشكل من أشكال الدعم. ثانيا، المنحة فادتني على أكتر من مستوى، المستوى الفني فيما يتعلق بصميم شغلنا سواء الأمن السيبراني أو الشبكات، فالمنحة كانت مكثفة واكتسبت فيها خبرات يعني تعادل سنين في الشغل. ثالثا، تنمية مهاراتي الشخصية أهلتني بعد كده بشكل كبير لسوق العمل، من حيث الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي أتعامل مع التيم، ازاي أشتغل على بروجكت كامل من A to Z. وهي منحة مدعومة كامل من الدولة ووزارة الاتصالات. مهندس زياد، يعني ده بالنسبة لاستفادة حضرتك الشخصية من هذه المبادرة، يعني من وجهة النظر الأخرى، إلى أي مدى تستطيع تلك البرامج التكنولوجية في خلق جيل جديد من الشباب قادر على مواجهة متطلبات العصر من تكنولوجيا متطورة وسريعة، وفي نفس الوقت بتقدم له هذه المبادرة يعني التمويل والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعاته الخاصة؟ طبعا المنحة يعني متخصصة في مجالات يعتبر هي المستقبل زي الأمن السيبراني أو الـ AI أو الكلاود، فهي بتأهلك لسوق العمل عن طريق كورسات أو شهادات معتمدة من شركات عالمية زي سيسكو أو ريد هات في الكيس بتاعتي أنا. التراكات التانية برضو بتبقى شركات معتمدة، و فده بيساعد يعتبر يعني بيقربنا لسوق العمل للشغل الفعلي في الشركات مثلا والبنوك او القطاع المصرفي في الحقيقه. نعم، احنا بنتمنى لك كل التوفيق مهندس زياد عبد الغني، وشكرا لوجودك معنا. انت احد المستفيدين من مبادره المعهد القومي للاتصالات.